تعودنا كل نهار سبت يا هادي، تعرف كيف حكملت أصنا ضمن أسبوعنا الحالي؟ أكيد دايرة شو يمكن هلأ المفروض بهذا الشهر نحن يكون في برد، ولكن بتلاقي في تقلبات. صح. كان الصباح عم بيكون دافي وبالليل عم بيكون في شوية برودة. تمام، لي خلينا نتعرف أكثر مشاهدينا كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظاتنا السورية خلال الأيام القادمة. وصار معنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ حسان الجردي ليخبرنا معلومات أكثر. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، صباحك يا هلا. يسعد صباحك. خلينا نخبر المشاهدين بداية كيف عم تكون أحوال الطقس ودرجات الحرارة بمحافظاتنا السورية. شكرا عليك، صباح الخير جديد إليك لزميلتك الأخبارية السورية لفريق العمل. هلا بشكل عام الحرارات عم تكون على معدلاتها وأجواء حارة نسبيا بأغلب المناطق. هلا الحرارة في عليها انخفاض، كان الانخفاض من امبارح وتستمر اليوم ولبكرة درجات الحرارة بالانخفاض بشكل طفيف، بس بتضل أعلى من المعدل بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية. أجواء عم تكون حارة نسبيا وصحوة بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة. أجواء بالليل عم تكون مائلة للبرودة بشكل عام وباردة بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة عالية في المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية. هلا اعتبارا من يوم الاثنين القادم باذن الله بتتاثر المنطقه بحاله عدم استقرار ضعيفه، بتضل الحرارات فيها اعلى من المعدل من 1 ل 3 درجات مئويه، في انخفاض بس الانخفاض عم يكون طفيف، واجواء خريفيه بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام، مع احتمال ضعيف لهطل زخات من المطر خلال ساعات بعد ظهر ومساء يوم الاثنين والثلاثاء، خاصه بالمرتفعات الساحليه بشكل خاص، احتمال هطول مطري فقط بالمرتفعات الساحليه. بتستمر هذه الاجواء حتى نهاية الأسبوع، اعتبارا من يوم الخميس القادم نهاية هيدا الأسبوع المنطقة رح تتأثر بإذن الله، من المحتمل أن تتأثر المنطقة بإذن الله بمنخفض جوي مرتقب بكتلة هوائية باردة نسبيا، يستمر تأثير هذا المنخفض حتى مطلع الأسبوع القادم، يكون خلاله انخفاض واضح وملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط بسرعة الرياح الغربية مع هبات تتجاوز ببعض الأحيان 40 كيلومتر بالساعة بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الساحلية، واحتمال لهطولات مطرية تكون غزيرة ببعض الأحيان ومترافقة بالعواصف الرعدية خاصة بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى. المنخفض رح يضل حتى مطلع الأسبوع القادم ونتأثر فيه نهاية هيدا الأسبوع، وحالة عدم الاستقرار ضعيفة رح تكون أيام الاثنين والثلاثاء، في احتمال ضعيف لهطل زخات من المطر خاصة بالمرتفعات الساحلية بعد ظهر يوم الاثنين والثلاثاء، وبشكل عام درجات الحرارة عم تضل حتى نهاية الأسبوع أعلى من معدلاتها بواحدة لثلاث درجات مئوية. أما رح نلاحظ الانخفاض مع مطلع الأسبوع القادم من الخميس، بتبلش الحرارة تنخفض بشكل واضح، والانخفاض الأكثر رح يكون مطلع الأسبوع القادم بمختلف المناطق، ورح تكون الأجواء باردة بالنهار بشكل عام وباردة نسبيا خلال ساعات الليل. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءاً من العاصمة دمشق لليوم 30-17، القنيطرة 26-14، القلمون المرتفعات الجبلية 23-10، درعا 31-17، السويداء 28-15، المنطقة الوسطى حمص وحماة 31-18، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 34-17، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 29-20، بالشمال حلب 33-19، إدلب 28-13، دير الزور رق قلب وكمال المنطقة الشرقية 33-18، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 31-17.